لما اعلن كيان تكوين؟ طبعا، لان هو ده اللي اتكلم عليه بقى. ما هي بقت مكلمه تانية، ده بقى صراع. صراع بين مين ومين؟ بين ناس مندوبين ربنا وناس بيقولوا احنا اللي مندوبين ربنا. صراع ديني طبعا، ده فتنه. وانا اعتقد ان الشيخ الدكتور احمد الطيب كان ليه تحفظ في اللي انا قلته ده، ان نعمل حوارات. مش قصدي بقى الحوار الديني ان احنا نتكلم في الدين، لا، هاتوا بس اهل الدين يتكلموا. كان زمان كده ممنوع حد يطلع التلفزيون كده ويهرتل، ما ينفعش. كان في برامج دينيه فعلا بتوعينا وبنسمعها، وبرنامج واحد في الاسبوع واحنا طلبه لسه. الجرعه تقصد؟ الجرعه المدرسة. الجرعه زياده. انما لما تقعد بقى هتعملها مكلمه ونتكلم، انا اسف، مش هي دي القضيه اللي مأخرانا. زي ما انا قلت مره، ايه، انتوا بتدرسوا للاطفال كالاخوان منتشرين في المدارس كمعلمين، كانوا بيدرسوا للاطفال الجهاد، طفل لسه في اولى ابتدائي، فده فرصه لي انه قد يفسر له هذه الايه باللي هو يهواه. يقول لك لازم تمسك سكينه وتمسك بندقيه وتمسك كذا وتقتل اي واحد ما بيصليش، هذا هو الجهاد، اي كلام بقى، فاهم؟ فاختاروا الايات كمان اللي يدرسها التلميذ، واحنا عندنا حسب عندنا اجزاء وعندنا عدد ايات وحاجات زي كده. فنقول بنقسم ده لغايه لما يخلص ثانويه عامه، يعني ايه 6 سنين ابتدائي و3 سنين اعدادي، 9 و3 12 سنه، فقه المعاملات، فقه العبادات، اقسم المساله. انما وهو صغير اسيب معلم قد تخونه مهنته ليبس افكار، هو بقى نتكلم ليه؟ يعني انت شايف ان تكوين مقصود اسما ومحتوى وتوقيتا؟ انا مش شايف لها لازمه اصلا. يعني انت لما تقول لي انت بتدافع عن قضيه ايه، بقول لك دافع عن حريه العقل في التفكير. انا بدافع عن ان يبقى في حريه في التفكير، بس ما تبقاش خناقه فتنه. انت تخشى فتنه؟ لا، انا هقول لك، بس ناس بتقول لك عايزين نمسك الائمه كلهم كده ونمسح الكلام اللي بيقولوه نقلا عن اللي هي العنعانه. ما تسيبوا الناس، هل ال 110 مليون او الامه الاسلاميه 2 مليار معقول دول ماسكين الائمه وماسكين كل الكتب دي عشان يقروها؟ انت خايف من ايه؟